تماشياً مع التطور في قطاع التكنولوجيا، أصبح التوجه خلال السنوات الأخيرة منصباً على توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية، وأنجز في عام 2020 مشروع إدارة الهوية الرقمية، وفي عام 2023 أنهت وزارة الاقتصاد الرقمي التي تم استحداثها عام 2019 أتمتة 45% من الخدمات الحكومية. التطور واضح بالأرقام، ففي عام 2017 كان عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً لا يتجاوز 17 خدمة. خلال 5 سنوات وصل مجموع الخدمات الإلكترونية إلى قرابة 1088 خدمة رقمية، وتم تفعيل 771 ألف هوية رقمية، ويقدم تطبيق سند 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية. يعني احنا مرينا بين يعني جذب يعني هذا، لكن حقيقة آخر 10 سنوات مش 25 سنة هناك طفرات حقيقة بعد ما تم عمل تصميم خصوصا الناشونال اي اي استراتيجي اللي هي استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأردنية الوطنية، تمام؟ هذا زي ما تحكي هذه الاستراتيجية شدت جميع المؤسسات وجميع الهيئات اللي كانت مبلش أوريدي في الأوتوميشن، تحويل العمليات الداخلية في المؤسسات إلى آلية، إنها تكون آلية، فجاء الذكاء الاصطناعي من أجل إنه إيش يطورها ويزيد من كفائتها ويقلل الوقت ويزيد الإنتاجية، وبالتالي هذا أخي نقدر نقول عليه اقتصاد قومي. يعني هنا العملية التحويل واستفادة من الذكاء الاصطناعي الأفضل أو الدول تتسابق بالذات ذات الاقتصاد الضعيف لهذا الذكاء الاصطناعي من أجل ينشل هذه الاقتصاد إلى ستيدي ستيت أو الثبات. نعم، وبالتالي أخي يعني الدول كلها دون استثناء تتسابق الآن، وذات الاقتصاد الضعيف تحديدا إذا أرادت أن ترفع من شأن اقتصادها باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، هذا رح ينعكس تماما خدمات للشعوب وللموظفين بطريقة أفضل بكثير من حالة العادية، نضمن فيها رضا حتى الناس متلقي الخدمة في شتى مجالات الحياة، سواء كانت قطاع الحكومي أو قطاع الخاص أو في أي مجال. الأصل تخيل أنه حتى الأزمة والازدحام أو صف دور وكذا، الذكاء الاصطناعي جاء لا يقلل من هذا، هاي المشاكل اللي بنعاني منها تحديدا، الانتظار، طريقة الأخطاء في الفوترة والأخطاء في كذا والأمور هاي كلها جاء الذكاء الاصطناعي من أجل. لذلك إذا أردنا أن نحكم على حكومة إنها تؤدي أداء جيد وأداء يرضى به المواطن، نشوف لوين واصل، سموها readiness، AI readiness، يعني مدى استعداديتها وقابليتها لتلقي وتبني الذكاء الاصطناعي، طبعا مش حسب ما نرى نحن برضو قياسا للآخرين بالاقتصاد المشابه. كنا دون استثناء نشعر ما بين في معاملة كنا نعملها ونصف أيام أو نصف ساعات على الازدحامات، هنا الآن تعملها أنت وانت في البيت، جواز سفر 5 دقائق مجرد فقط، هذا أي الفواتير هاي، بدل ما أنت كنت تهمل هم تنزل بالازدحامات وتصف دور وتدفع هذا بعد فترة. تخيل في ناس كانوا يأخذوا إجازة يوم، تخيل قديش العطل وانعكاسها على أداء الموظف الحكومي مثلا، تمام؟ فبالتالي إيش هذا الأمر انعكس على يعني أداء غير معقول، وبالتالي هذا الأمر بإمكانك تعمله في أي وقت، تخيل 24/7 يعني أنت أمامك تدفع الفاتورة أو تقدم المعاملة في أي وقت وأنت موجود في البيت، لا بل عندك أبليكيشن في أي وقت في أي مكان. لذلك هذا الأمر حقيقة شيء ويحسب للحكومة. نعم، مؤسسات حقيقة تتكلم على تكنولوجيا ليست بسيطة، وبالتالي محتاج إعداد كوادر حتى على مستوى حتى الاستراتيجية العامة في الشركات والمؤسسات والهيئات، محتاجين يأخذوا بعين الاعتبار أنه كيف نسخر ونوظف الذكاء الاصطناعي أو خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل إيش؟ من أجل تطوير عمليات الداخلية سواء كانت في الشركة أو زيادة كفاءة المنتجات والإنتاج نحو الطرف الآخر. نعم، التحولات التي شهدها القطاع
أدت إلى ظهور جيل جديد من الرياديين ورجال الأعمال الأردنيين في مجال التكنولوجيا. فبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع في عام 2021 إلى 3138 شركة، وبرز من المجتمع أسماء ريادية سجلت نجاحات كبيرة محليا وعالميا. شركة لوجاتا هي شركة متخصصة في تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، تساعد صناع القرار في الشركات عن طريق تحليل بياناتهم على اتخاذ القرار المناسب بدقة وجودة عالية اعتمادا على البيانات. بدأت مسيرتي من السعودية في الذكاء الاصطناعي، ثم انتقلت في أواخر عام 2021 إلى الأردن، ثم قررت فتح الشركة في عام 2022. كبداية بدأت بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث تم توفير حاضنة أعمال لنا، وانطلقنا من هناك. بدأنا في مشاريع في السوق المحلية، ثم توسعنا إلى السوق السعودي والسوق الكندي والأمريكي. عندما بدأنا واجهنا المشاكل التي تواجه أي مشروع ريادي، مثل الأمور المالية أن تجد التيم المناسب لك، لكن الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تم إيجاد الفريق وتم تكوينه. بدأنا كشخصين اثنين، من ثم وصلنا الآن إلى 15 موظف. الذكاء الاصطناعي هو مجال جديد في مجال العمل في السوق، خاصة في سوق الشرق الأوسط. عندما بدأنا كان هدفنا أنه يكون الأردن هو منطلق لهذا المجال، بحيث أنه نوظف المهارات الأردنية الموجودة، بأن يكون الأردن هب أو محطة لهذا التخصص الصاعد. الحمد لله الشركة هي من الشركات القليلة جدا في هذا المجال في المنطقة، وفي الأردن تعتبر من الشركات الوحيدة. نطمح مع غيرنا من الشركات بأن يكون الأردن اقتصاده مبني على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كانت الرؤية الملكية هي المحفز لنا، بحيث أن الرعاية الملكية كانت موجهة بشكل كبير إلى هذا القطاع، بحيث أن يكون الأردن مصدر أو محطة أساسية في الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي. أنا كشريك مؤسس ومدير العام لشركة لوجاتا، ب 2023 حققنا نجاح بالشركة كرياديين. تم استحواذ الشركة من شركة قابضة كندية، وحققنا تقريبا 300% نمو من 2022 لغاية الآن. نطمح نسكر هاي السنة بنمو كمان 500%. وفرت لنا هذا الاستحواذ شراكات عديدة بجميع البلدان، إما الوطن العربي أو الانترناشنال ماركتس، مثل اليوكي، USA، كندا، الإمارات، قطر والسعودية والأردن. نحن حققنا أكثر من 20 مشروع في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. حجم الاستثمار كان بحجم تقريبا مئات الألوف اللي انضخت في الشركة. تم استحواذ على ماجوريتي شيرز بالشركة، ومن هاي الاستحواذ صار عندنا بارتنرز بالمجال اللي بيساعدونا ننطلق بسرعة أكبر للأسواق العالمية، ووفروا لنا خبرات صعب كان نقدر نجيبها لحالنا. بارت من هدول المستثمرين شركة كروجر. كروجر شركة بريطانية متخصصة بالذكاء الاصطناعي، في عندهم مبدعين هناك بيساعدونا نطور من خبراتنا، نطور من سرعة العمل لانطلاق المشاريع اللي بنعملها. والحمد لله نحن بكل مشروع بياخدنا ماكسيمم 3 أشهر لنطلقه من الانيشيشن للفاينل ديبلويمنت. نحن تقريبا 15 موظف بالشركة، وفي عنا شغلة بنحب نعملها دائما. نحن كل شهر مع التعاون مع عدة جامعات ومع الصندوق الريادي الأردني اللي هو ISSF، بنوفر فرص تدريب للطلاب، منها بنقدر نلقط من أشطر الديفلوبرز والمبرمجين اللي موجودة بالسوق المحلي
عشان ندربهم ونزيد من كفاءتهم ونعطيهم فرصة حتى التدريب من أجل التوظيف. ومن أبرز المشاريع اللي عملناها نحن في مجال أتمتة القطاع البنكي، القطاع الزراعي، قطاع التأمين وقطاع التعليم، عملنا فارم مانجمنت سيستم من حيث من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي، الحساسات تعون المي تقدر تحس درجة الرطوبة مع درجة الحرارة، وبناء عليه بيتم ضخ المياه، فهذا وفر تقريبا 30% من حجم المياه المستهلك في المزارع. التطور في قطاع التكنولوجيا صاحبه ازدياد في الإقبال على هذا القطاع في مختلف المراحل العمرية والتخصصات الدراسية، ففي عام 2023 هناك 20% من خريجي درجة البكالوريوس في 30 جامعة من تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى وجود حوالي 7000 خريج سنوياً في مجال تكنولوجيا المعلومات، 5% منهم من الإناث. كل ذلك ساهم في رفض القطاع بالكفاءات والقوة التي انعكست إيجابياً على الاقتصاد في المملكة. وهذا ما يظهر بشكل واضح في عام 2021، حيث ساهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.1% في الناتج المحلي، وبلغت إيرادات هذا القطاع 2.98 مليار دينار. وفي هذا العام أيضاً بلغت صادرات قطاع التكنولوجيا 200 مليون دينار، ما يمثل 1.9% من إجمالي الصادرات، ويتوقع أن تستمر هذه الأرقام في النمو، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع التكنولوجيا إلى 4.5 مليارات دينار بحلول عام 2033. تطورات أبرزت الريادة الأردنية وأطلقتها إلى العالمية من خلال تجارب ناجحة، بدءاً من شركة مكتوب وتطبيق سوق.com وشركة موضوع ومنصة طماطم للألعاب وشركات أخرى تم الاستحواذ عليها من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. وما زال الرياديون الأردنيون يسطرون نجاحاتهم في شتى مجالات التكنولوجيا وأبرزها البرمجة. بلشت بال 2003 لما قررت أسس ميس الورد، وكانت أول شركة تعمل في مجال تكنولوجيا صناعة الألعاب الإلكترونية للموبايل، وانطلقنا من الأردن، وكانت الفكرة الألعاب الموبايل في بدايتها، وشفت فرصة لتطوير هاي الصناعة من الأردن، وكانت بدايتنا من هالسنة هاي. هلأ من بداية 2003 كانت صناعة الألعاب للموبايل مش معروفة كتير على مستوى العالم، فبالأردن كانت لساتها كمان ما لها أي يعني معرفة من الجامعات أو الشباب، وكألعاب إلكترونية كان في هناك حياء أو من الناس إنها أو الشباب يدخلوا فيها، لأنها ما كانت معروفة كصناعة واضحة المعالم. فكانت تحديات ألاقي فريق عمل يعمل معي في تطوير هالصناعة أو تطوير هاللعبة، فكان تحديات ألاقي خريجين جامعات عندهم اطلاع على تكنولوجيا أو برمجية تطوير الألعاب، ولكن الحمد لله شوي شوي والتعاون مع الجامعات ومع الشباب قدرنا نأسس نواة اليوم بعد 21 سنة هي عم بتقوم بتطوير ألعاب مميزة على مستوى الوطن العربي والعالم. علشان نحول الشركة من بدايتها لما بلشنا فكرنا مش فقط في تطوير المنتج، ولكن أيضا فكرنا بتطوير المجتمع اللي حوالينا والشباب اللي حوالينا، فكان هناك من نقطة البداية إنه كيف ممكن نزيد معرفة الشاب الأردني بصناعة الألعاب الموبايل. فكان عندنا تواصل دائما مع الجامعات والمدارس، وكان هناك بال 2011 انطلاق لمختبرات الألعاب الأردنية اللي كانت شركتي هي مسؤولة على إدارتها وتقنيا وإداريا، فقدرنا كمان بالتعاون مع مختبر الألعاب الأردني اللي هو تحت مظلة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية نقدر نوصل فكرة صناعة الألعاب ل يعني نقطة أكبر في الأردن أو لمستوى أكبر في الأردن اللي قدرنا ننطلق اليوم منه عالميا. يعني رؤية صاحب الجلالة بال 2011 كانت مميزة على مستوى العالم كله، كان بداية تحول العالم لصناعة ألعاب الموبايل للأجهزة الذكية بال 2009-2010.
فكانت الرؤية الملكية بتأسيس مختبرات الألعاب الأردنية وتحدي التطبيقات مهم جدا، لأنه طلع عنا جيل جديد من الشباب. هذا الجيل اليوم إحنا كشركات أردنية عم نستفيد منه في مجال تطوير الألعاب، لهيك صرنا على مستوى الوطن العربي الأول في تزويد متاجر التطبيقات بالألعاب الإلكترونية للموبايل. هاي الرؤية اليوم عم نحصد ثمراتها بوجود شركاتنا الأردنية على قمة الشركات على مستوى المنطقة العربية وعلى مستوى العالم مميزين، فزادت الاستثمارات الإيجاد، زادت فرص العمل اللي موجود اليوم، وإن شاء الله نكمل أكثر وأكثر في فيها تطبيق الرؤية الملكية. اليوم ميس الورد انطلقت من الأردن وعلى الوطن العربي، اليوم إحنا توسعنا، صار عندنا مكاتب موجودة في أوروبا، ففي بريطانيا ميس الورد اليوم توجهت من 2017 بتطوير نواة للوصول لأسواق جديدة، وهي الاستثمارات اليوم عندنا أكثر من 100 لعبة موجودة على متاجر التطبيقات، عند ملايين من المستخدمين اللي موجودين، مئات الآلاف يوميا بيلعبوا ألعاب منتجة من شباب موجودين في الأردن، والحمد لله هذا التطور اليوم مستمرين فيه للمستقبل. اليوم إحنا طبعا في أنواع مختلفة من الألعاب تم تطويرها من شركات الألعاب، إحنا تخصصنا بالألعاب اللي بنسميها كاجوال جيمز، هي الألعاب الخفيفة اللي ممكن يلعبها أي مستخدم، فإحنا توجهنا على الألعاب اللي بنستخدمها بتراثنا يوميا، بنلعبها زي ألعاب الورق الدومينوز، عندنا ألعاب بتعلم كمان تعليمية، قدرنا من خلالها نوصل أفكار منها وومن امباورمنت، دمج الشباب بأسواق العمل، كلها من خلال ألعاب طورتها شركة ميس الورد. وهناك ألعاب كبيرة قدرنا نحققها في السنوات الماضية، عملنا جيم لشاكيل أونيل أحد اللاعبين الكرة السلة الأمريكية مع محمد علي كلاي، وكانت هاي انطلاقة كبيرة عالميا لإلنا من الأردن، من شباب أردنيين، واليوم عم نشتغل مع شركات عالمية في تطوير ملكية فكرية جديدة في ألعاب الموبايل. اليوم ميس الورد هي جزء من الشركات اللي اشتغلت على الرؤية الاقتصادية، تحديث الاقتصادي 2033، وكان أحد هاي الرؤية التحديث الاقتصادي أن نعمل على خلق فرص عمل للشباب الأردنيين في شركات الألعاب، وإحنا كشركة ملتزمين بهالتطور هذا اللي عم بيصير، مش فقط كمبرمج أو مصمم، ولكن هناك صار في منظومة أكبر في صناعة الألعاب، فصار عندنا ناس بيشتغلوا في مجال العلم النفسي، مجال التعليم، مجال اللغة، وهدول كلهم عم نحقق فرص لهم عمل من خلال تطور منتجنا وتطور شركة ميس الورد. هلا البيئة الاستثمارية في المملكة تطورت على مدار السنوات الماضية، أنا عندي خبرة في مجال التكنولوجيا 25 عام، بلشت بال 99 وبشركات تكنولوجيا قبل ما أسس شركتي بال 2003، فالتطور صار بشكل يعني مميز عندنا في الأردن، وما زلنا نتطور، يعني ما وصلنا للشيء اللي بدنا إياه المثالي، لأنه التكنولوجيا بتتقدم، ولكن الحلو فينا شركاتنا الأردنية، كانت شركات اتصالات أو بنية تحتية أو حتى شوي شوي عم نشوف تغيير، خاصة بعد رؤية التحديث الاقتصادي عم نشوف في تغيير بالبنية التحتية وبطريقة تفكير القطاع الخاص والتعاون مع القطاع الحكومي، فهناك تطور، وهذا المهم إنه نشوف دائما في شوي شوي عم تنبنى التطور، مش عم نبني وبعدين نستنى شو بده يصير. أنا آية رضا، يونيتي ليد تيم، 7 سنين بميس الورد، اشتغلت على عدد من الجيمات بالشركة من أنواع مختلفة، كاجوال وهايبر كاجوال، AI وملتي بلاير، وشغلت كمان بالتدريب، وبعدين بالنهاية صرت مشرفة على المدربين للجيمينج جوا الأردن وبراتها. بالبداية كان عندي خبرة بسيطة بالكودينج، اتطورت مع الوقت بميس الورد لخبرة بالإندستري، باليوزر، بالطريقة التعلم، بطريقة التطور كديفلوبر وكأي حدا بالإندستري بالنسبة لإلي، وبالنسبة لكمان أي حدا جوا التيم وبرا التيم، لحتى تمشي بالاتجاه الصحيح، وكمان تخلي أي حدا داخل على جديد يمشي بنفس الاتجاه الصحيح. أكيد الذكاء الاصطناعي جزء ما صعب ينفصل عن الجيمز، وتحديداً بالفترة الأخيرة في عنا جزء كبير من الكارد جيمز، الـ AI هو جزء كبير منها،
وشوي شوي الاي اي صار عم يدخل على كل الجيمز بكل الاشكال. هاي بالنسبه للجيمز. بالنسبه كمان لتطوير الالعاب زي ما شفنا كيف الاي اي صار عم يدخل على الـ على الـ على الجيمز على الكودينج على المطورين نفسهم. فهذا اللي عم نشتغل عليه حاليا لحتى نمشي مع العالم كيف عم يتطور بالاي اي وبنفس الوقت نكون محافظين على نفس المستوى بالجيمز ونفس طريقة التطور. أي حدا بيدخل على التيم بيخضع لفترة تدريب وبعدين خلال شغله طول الوقت بيكون تحت تعليم وتدريب لأي حدا من الناس الخبرة اللي أعلى منه لحتى هو كمان يعلم الناس اللي بتيجي بعده. مع التطور الملحوظ في قطاع التكنولوجيا على مدار ربع قرن من الرعاية الملكية ظهرت الحاجة إلى التوجه نحو الأمان الرقمي، وتم تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في عام 2020 للحماية من تهديدات الحوادث السيبرانية وتطوير القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات التي تعصف في أمن المعلومات في العالم كله. تطور مستمر ومسيرة لم تتوقف، وخطط واستراتيجيات وطنية نحو التحول الرقمي الآمن، وأبرزها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021-2025 والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي 2023-2027 والاستراتيجية الأردنية للألعاب الرياضية الإلكترونية 2023-2027 إنجازات أحدثت فارقاً كبيراً لمكانة المملكة وترتيبها على المؤشرة العالمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2022 حصل الأردن على الترتيب 100 من أصل 193 في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية. أما في مؤشر المشاركة الإلكترونية فقد احتل المركز 67 من بين 193 محققاً تحسناً بمقدار 81 مرتبة. فيما يتعلق بمؤشر الخدمات الإلكترونية فقد جاء الأردن في المركز 74 من 193 متقدماً بتحسين يقدر 69 مرتبة. وفي الجاهزية الشبكية لعام 2023 حقق الأردن المركز 68 من أصل 134. وفي مجال مهارات التكنولوجيا ضمن نظام التعليم فقد كان أداء الأردن لافتاً إذ احتل المرتبة 14. استمرار التطور ومواكبة آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم وصل إلى الأردن. نتحدث عن الذكاء الاصطناعي الذي يلعب به الأردن دوراً بارزاً على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، من الحضور اللافت في الساحات الدولية لتصميم الروبوتات إلى التطبيقات والأدوات التي أصبحت جزءاً من الحياة. إحنا تركيزنا في محورين مهمين جداً. أولاً فعلاً إحنا بنطور قوة عاملة بشكل كبير جداً، لأنه واحد من أكثر الأسواق عالمياً متعطشة للقوة العاملة، وهذا اللي الحمد لله توسع معنا لغاية أنه أخذنا منح بشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي، منح أوروبية من الخارجية الهولندية، منح بالتوظيف. اليوم إحنا زاد عدد اللي بيتدربوا واللي بنستهدف نوظفهم عن 2000 أردني، شيء ضخم صراحة. زائد أنه إحنا زدنا من عمليات التطوير أن يكون في منتجات أردنية، إحنا بنطور كفاءات متخصصة وقادرة على فهم وتطوير نفسها وتطوير كمان المنتج اللي قاعدة بتطلع فيه. فإحنا اليوم طلعنا لمستوى أعلى شوية في تطوير منتجات، وإحنا اليوم فعلاً بنملك يمكن أكبر عدد من المنتجات الأردنية في مجال الأمن السيبراني والمطورة محلياً واللي راحت للعالمية. فإحنا صراحة استفدنا جداً من تجربتنا وعلاقاتنا مع الجامعات الأردنية اللي ساهمت، وكمان بعض القطاعات الحكومية والجمعيات زي جمعية إنتاج جودبي في بناء منظومة متكاملة متشاركة في إنه إحنا فعلاً نوعي الشباب قبل ما يتخرج عشان ما يضيع عليه وقته وجهده وهو بدور بالسوق، أو ثانياً إنه إحنا نطور منتجات محلية أكثر كفاءة عالمياً ويكون جزء من تطويرها ودخولها للسوق وتطوير حتى الستارتابس لشركات تانية للشباب الأردني، نكون جزء من هاي العملية في إرشاد الشباب ووصولهم للسوق. إحنا صراحة أخذنا الرؤية الملكية والاستراتيجية الوطنية واستراتيجية ريتش في التحول الرقمي الوطني في قلب استراتيجيتنا للتنفيذ، وهذا الإشي اللي صراحة ساعدنا أنه إحنا أولاً نحصل على المنح اللي كانت aligned مع
استراتيجيات الحكومة ووزارة الاقتصاد الرقمي، وثانيا كمان إنه إحنا نساهم مباشرة في إنشاء المبادرات اللي هي ضمنها كمان التوظيف، وضمنها كمان تطوير الخدمات الرقمية وتطوير الخدمات التحول الرقمي بالضرورة، وكلها فيها أمن سبراني، وتطوير كمان نحكي cost effective أشياء بتكاليف قابلة للتنفيذ في السوق. وهذا الإشي كان تحدي، لأنه كمان تكاليف تنفيذ وإنشاء الأمن السبراني مكلفة، وتطويرها محلياً واللوكاليزيشن وتوطينها ضمن هاي الرؤية كان صراحة حافز إلنا للشباب، وكمان ممكن للاقتصاد وللمبادرات إنها تمشي بشكل أسرع. وجودها بإطار ضمن الرؤية الملكية، وجودها بإطار ضمن استراتيجيات واضحة، مكننا كلنا إنه نحن ننجز بشكل أسرع ونستهدف KPIs ومؤشرات واضحة للاقتصاد وللتوظيف وللتحول الرقمي. طبعا احنا مجموع الاستثمارات تجاوز اليوم، يعني الشركة بدأت صراحة لازم نحكي بأرقام بسيطة، انه احنا فعلا بدأت لما كانت تجاوز 100,000 دولار، اليوم احنا بنتكلم بحوالي 5 مليون، والإيفاليويشن قاعد يتضاعف سنويا يعني خلال فترة قصيرة جدا. هذا الشيء الحمد لله هو من دلائل، وكمان احنا الانجازات احنا ما بنعتبرها فقط حجم الاستثمارات، بس كمان حجم عدد الشباب اللي توظفوا كمان كلهم، مما بالمباشر او من خلال جيج اوكونومي او من خلال مبادرات مع مثلا CFYE والمبادرات الاخرى، او مع الشباب اللي راحوا على شركات عالميه. احنا قدمنا يعني ريسورسز بشكل كبير حتى للشركات العالميه والشركات بالمنطقه. البيئه الاستثماريه هي فرصه وتحدي، مثل ما سوق الاستثمار هو فرصة وتحدي، هو تحدي من ناحية معرفة المحددات ومعرفة كيف طريقة استغلال الفرصة. الفرصة موجودة وكبيرة، يعني احنا جدا ايجابيين بموضوع انه احنا شايفين فعلا هو واحد من اكثر الاسواق استقرارا، من اكثر الاسواق بيعطي فرصة للابداع للوصول، هاي فرص كبيرة جدا. التحديات بتشمل انه كمان في هجره للعقول، الاردنيين صراحه في هذا المجال في طلب كبير عالميا، احنا بنحكي 3.5 مليون وظيفه عالميا مستهدفه. هاي اليوم سرعه الطلب وارتفاع الرواتب في هذا المجال، اذا الشخص تعامل معه بشكل صحيح راح يقدر يتعامل معه كفرصه حقيقيه. خصوصا انا ذكرت اول انه احنا صراحه في فرص كبيره اجت من خلال وزاره الاقتصاد الرقمي في منح وتغطية جزء من رواتب الأشخاص اللي بنوظفهم، وزيادة من نسبة المرأة في التوظيف في مجال الأمن السبراني. إحنا حققنا نسب عالية جدا في هذا المجال، يعني لسه اليوم إحنا عندنا نسبة الإناث مثلا في التوظيف حوالي 60% في مجال الأمن السبراني، وقادرين أكثر إنه إحنا نزيد الكباسيتي والسرعة في التوظيف بشكل أكبر. هاي كانت تحديات لكنها انقلبت إلى فرص بسبب البيئة الاستثمارية وبسبب كمان الريسورسز الأردنيين المؤهلين الموجودين. خلال الربع قرن الماضي شهد الأردن تطوراً ملحوظاً في قطاعات عديدة، والتكنولوجيا كانت وما تزال من أبرزها، خاصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. استثمرت البلاد بكثافة في تحديث بنيتها التحتية التكنولوجية وتعزيز مهارات الكوادر البشرية وتطوير السياسات لتحقيق قفزات نوعية، مما أسهم في ترسيخ مكانتها كمركز تكنولوجي إقليمي، وأبرز رياديين عززوا هذا التطور الكبير، مؤكدين أن الرحلة مستمرة والريادة مستمرة والقادم أجمل.